نظمت جمعية فلوغ دو سولي حفلتها السنوية في نسخته الثالثة يوم السبت 13 أكتوبر 2018 بإحدى القاعات التابعة لبلدية جيت ببروكسل. وكعادتها استقبلت ضيوفها من جنسيات مختلفة بالكسكس المغربي الأصيل، والغرض منها الدعوة للعيش المشترك وإعطاء صورة طيبة لمغاربة بلجيكا. انطلقت الأمسية في جو أخوي وعائلي بكلمة افتتاحية للسيدة توريا منقور رئيسة جمعية فلوغ دو سولي، حيث رحبت بالحضور القوي وعبرت عن سعادتها بهذا الجمع المبارك، ووجهت دعوة شكر لكل الجهات المساهمة في إنجاح هذا الحفل. وبعد ذلك قامت بتعريف لجمعيتها وأهدافها. une fois par an pour pouvoir vivre ce bon moment ensemble autour d'un repas qui est le couscous. C'est un repas parmi les repas marocains privilégiés qu'on fait au Henné. Et cette année, nous avons eu beaucoup de chance pour représenter ce repas autour de stands de produits du terroir marocain. الحفل حضرهم مجموعة من الشخصيات السياسية ببلجيكا، من بينهم رئيس بلدية جيت والبرلمان فؤاد أحضار، والمستشار ببلدية جيت السيد سلام القطيبي الذي خص منبرنا بالتصريح التالي. أنا سعيد باش نحضر هذا اللقاء الثقافي اللي نظمته هذه الجمعية فلور دي سولي بجيت، وخاصة أن هذا اللقاء كي تقام في الوقت اللي كتنتهي فيه الحملة الانتخابية للبلديات لعام 2018. فهذه الأمسية ابتداء من الساعة 10 ليلا انتهت الحملة، وهذا الحفلة قامت صدفة مكنتنا باش نعيشوا هذه اللحظات ديال الاستراحة، وباش نتقسموا واحد الكسكس مغربي أصيل وحلويات مغربية، وتمكننا باش نتلقاو بالجمهور والمواطنين ديال جيت وعدة بلديات اللي جاوا زارونا هنا بجيت، وعدة سياسيين مختلف الأحزاب بما فيها الأحزاب الأغلبية وأحزاب الأقلية. فهذا فعلا فرحنا وأتلش القلوب ديالنا في هذه الأمسية، وكنشكروا المنظمين لهذا الحفل، وكنتمنوا ان شاء الله في المستقبل حفلات اخرى ناجحه ان شاء الله. الحفل احياه مجموعه من الفنانين المغاربه المقيمين ببلجيكا، من بينهم الفنان عصام حجي ومراد مجود ونور الدين الحوري واميره الطرب الصوفي مليكه نور. السهرة كانت ناجحة بكل المقاييس، من ناحية تنظيم فقراته المتنوعة بين شعر وعرض للأزياء وغناء. Nous avons créé cette ambiance de fête familiale pour recevoir tout le monde autour d'un repas marocain, le couscous jetois. En même temps, pour remercier la commune de Jette de nous avoir reçus, de nous avoir permis de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aider la femme par rapport à l'émancipation, à l'épanouissement et le bien-être de celle-ci. Et en même temps, pour être réunis tous ensemble, pour le vivre ensemble. كسكس جيتوا اللي نظمته واردة الشمس اللي أنا عضو فيها، بجانب أنني حاضرة كفنانة باش نشارك التظاهرة الفنية اللي وقعت هنا، يعني بزاف الفنانين شاركوا، وكنشكر الجمهور الغفير اللي حضر، والحفل كما كيبان لكم ناجح وحضروا فيه بزاف الناس وبزاف الفعاليات. أنا سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحفل، وهذا الحفل الثقافي الأصيل التقليدي المغربي بولاية جيت ببروكسل، وبشاركة مع الجمعية فلور دو سولي اللي أنا عضوة فيها. أولا كنشكر الرئيسة ديال الجمعية الأستاذة توريا لتنظيم هذا الحفل الرائع، وتنشكر المجموعة ديال الأدباء والمثقفين
والفنانين المغاربة اللي شاركوا معنا والعرب، كما أنني جد سعيدة في هذا التلاقح، تلاقح الثقافي، في هذا التلاقح المبدع. يسعدني أن أشارك في هذا الحفل البهيج، هذا المهرجان الذي تنظمه منظمة فلور دو سولاي ببروكسل ببلجيكا بشراكة مع المنتدى الدولي للتسامح والإبداع الفكري برئاسة الشاعرة المقتدرة سعاد الزاكي. سعيدة جدا أن أشارك كذلك سيدة ثريا رئيسة منظمة فلور دو سولاي ببعض القصائد من إنتاجي، وإنه لشرف لي أن أشارك في هذا المهرجان الثالث، وأتمنى أن يحظى هذا المهرجان مستقبلا بالمزيد من الازدهار والرقي. وشكرا لكل الطاقم الذي سهر على نجاح هذا اليوم البهيج وهذا العرس الثقافي. قبل ما تخرج ما تنساش دير لايك إلى عجبك الفيديو، وإلا بغيتي تبقى توصل بالروبورتاجات حول الجالية المغربية في الخارج دير اشتراك للقناة مع تفعيل الجرس. mre24.com بوابة مغاربة العالم.